أهلا بك صلاح، والعود أحمد كما إن شاء يقال. الله. ولكن ربما ما زالت هي الأحداث تزداد سخونة وتعقيدا. نحن نتحدث على أن كل الملفات اشتبكت ببعضها، هناك حالة اشتباك كبيرة لهذه الملفات، يتدخل السياسي مع العسكري مع الاقتصادي والمحلي مع الإقليمي مع الدولي، وهذا يجعل اللاعبين أو الماسكين بخيوط اللعبة لا يستطيعون الفصل بين هذه المواضيع، وهذا ما يعقد الأمر أكثر، أن هناك أطراف تريد لهذا الاشتباك أن يستمر، لأنه تعتقد أنه يلوي عنق الأطراف التي تريد الضغط عليها ويضغط عليها أكثر. هنا أتحدث عن الضغوط الأمريكية على جماعة الحوثي في صنعاء من خلال قرارات اقتصادية أو تجميد لملف سياسي أو اتفاق السلام أو خارطة الطريق، كل هذا يسير في طريق محاولة الضغط لإيقاف عمليات البحر الأحمر التي تضغط على إسرائيل، التي هي جزء من حرب غزة أو جبهة إسناد لغزة. وفي هذا الملف تحديدا تم تطور الأمر بحيث أنها لم تكتفي على حدودها البحرية. هذه المعارك استطاعت أن تنتقل بعد أن كانت تصل إلى إيلات، أن تضرب تل أبيب نعم للمرة الأولى، هي سابقة تاريخية، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة اليوم تحاول أن تعود كفاعل كبير في الملف اليمني، وهي تقدم إغراءات كبيرة لجماعة الحوثي أيضا، وليس فقط ضغوط. يعني حتى نكون منصفين، هناك إغراءات، هناك محاولة لإرضاء الجماعة، لاستمالة الجماعة، لرشوة الجماعة، ليحاولوا قدر الإمكان الكف عن هذه العمليات، لأن أمريكا لا تريد هذه الحرب أن تبقى مستمرة ولا تريد أن تحولها إلى حرب إقليمية. لذلك هناك إغراءات وضغوط على جماعة الحوثيين، ربما آخرها الاتفاق الذي أعلنته الأمم المتحدة، الذي نعم يأتي بتوافق إقليمي ودولي، وربما كان مفاجئا في الداخل. لكن هذا الاتفاق، يعني هل هو في سياق الإغراءات أم في سياق أيضا الخوف من تصاعد الأمور أكثر بفعل الضربة التي وصلت إلى تل أبيب؟ هم الاثنان مرتبطان ببعض، كلا الامرين مرتبط ببعض، بمعنى ان ضربه تل ابيب هو كان لها هدف مزدوج نعم الى جانب هدف جماعه الحوثي المعلن ومواجهه اسرائيل، ولكن كان هناك هدف اخر، وهو رفع السقف على الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى انها تحاول الجماعه ان تقفز على الضغوط الامريكيه بان تصل الى السقف، يعني الخطوط الحمراء التي ترسمها أمريكا، وهي نعم ضرب تل أبيب. يعني حتى نعم حزب الله لم يفعلها، لأن هناك قواعد لهذه الحرب، الكل يشتغل بقواعد معينة، وبالتالي تعلم جماعة الحوثي أنها تكسر هذه القواعد وأنها تذهب للخطوط الحمراء من أجل أن يعني زي ما يقولوا القفز إلى أعلى، وأن تحول اللعبة عكسية نعم فتضغط هي على أمريكا. هذا ربما يعني طبعا كما قيل في كثير من الأخبار والمعلومات والمصادر، أن أمريكا ذهبت إلى تواصل مباشر ووساطة من أجل إيقاف هذا التصعيد، لأن أمريكا يعني حتى حاولت الضغط على نتنياهو حتى يعني لا يكرر الضربة مرة أخرى، نعم وأن لا تندلع حرب بهذا الشكل، ولا أحد يريد لهذه الحرب أن تندلع. ومنها جاء تنفيذ الشروط التي كان وضعها نعم الحوثي، ومن ضمنها يعني إلغاء القرارات البنك المركزي وما إلى ذلك، ورفع نعم الحصار على مطار صنعاء. نعم وبالتالي هو نعم هناك أمريكا رضخت لضغوط الحوثيين بعد أن أحسنوا استخدام لعبة محاربة إسرائيل نعم بشكل الذي يخدمهم داخليا وخارجيا.